بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، مرحبا بكم، كنتمنى تكونوا دائما الصحة والهنا وراحة البال. مرحبا بكم مع بلوك جديد وفيديو جديد. خرجتكم معايا اليوم المصيف البحر ديال سيدي الرحال، هنا إقامات ولا بلانكا. جينا نديرو فيه واحد 3 ايام، جبنا الدراري راه هما كيعوموا في لابيسين، ما بغيتش نقرب ليهم باش ما نصورش الناس قراب. كاينين هنا الجرادي، ها هما اقامتهم، ما فين كاينين طايرين بلا بيسينات هكايا. كاين البيسينات، كاينين الجرادي، وعاد البحر ملي كتمشي من هنا حتى البحر حتى هو قريب. هاد الدراري كيعومو دابا العشية، 6 العشية. هاد الجو كيكون زوين، انا الوقت اللي عزيز عليا حيت كاين ما كيكونش الصهد، ما كتكونش الشمس سخونة بزاف. هانتوما اخواتي، نزلنا دابا للبحر، واحد الجو رائع مع غروب الشمس. الشمس يلاه بدات كتغرب، الدراري جبناهم من لابيسين غير بزز، ما بغينا نجلسوا شويه حدا البحر. هانتوما الغروب كيف بدا، غروب رائع، واحد المنظر غزال بزاف. ما شاء الله البحر نقي، الرمله ديالو زوينه ونقيه. هاد الضيور فين كاينين؟ هما مقابلين مع البحر، كتطلع شويه كتلقى دوك الاقامات ديال اولا بلانكا اللي في سيدي الرحال، مكان رائع بزاف. دابا في هذا الوقت كيكون البحر غزال، كيعجبنا انا في هذا الوقت. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ويني الرضا ديالكم، بغيت نشارك معكم البلوغات ديالي، كنبين لكم كل شيء، كنشارك معكم كل شيء، وغنقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله وبلوغات اخرين. وعواشركم مباركه، قرب العيد الكبير، الله يحفظ علينا بالصحه. الصوت ديال المطر، المطر ديال الماء كيطلعوا فيهم الناس. يلا الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.